لو حاسب امتازي مرات تجيني بنيه توصلني على جنطه اكره بس هذا اللون عندي كل اللي اريد غير لون ما اكسر بيها. تحاول نيران زيادة مبيعات منسوجات تحوكها في المنزل. نيران تروج لأعمالها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ عامين، لكنها ترى أن الزبائن يستحقون التعرف إلى منتجاتها مثل القبعات والكفوف عن قرب ليقرروا اقتنائها. ومع اتساع المشاريع الصغيرة لنيران وأقرانها في واسط، نظم فريق فينوس للشباب والتنمية مع جامعة واسط مهرجانا لعرض منتجات مشاريع الشباب في مختلف المجالات ودعمها. شاركت عن طريق التطوعي فينوس، والمهرجان هذا أول مهرجان يقيم بالكتوة مهرجان الألوان. أعمالي هي الحياكة، نحوك الأشياء للولد أو للبنات من جناط ومن باسكتات، لفافات، كفوف. اليوم كانت اكو فقره جديده بالبيج مالتنا انه نحط بظروف جرب حظك، نخليهم يجربون الحظ، وبنفس الوقت انه مسوين مسابقه يكتبون يوزراتهم ونسوي لهم مسابقه بالبيج. مهرجان الوان تضمن مصنوعات يدويه ولوحات لرسامين ونماذج مصغره لمنشات قدمها طلبه الهندسه، فضلا عن عرض للالبسه النسائيه واخر للموسيقى. احنا طلبة قسم هندسة العمارة جامعة واسط، هنا نعرض مشاريع التخرج مع الطلبة ومشاريع طلبتنا بصورة عامة من المرحلة الثالثة للمرحلة الخامسة. مثل ما تشوف عندنا تكوينات للمشاريع مثل مستشفيات، عندنا مطارات، عندنا متاحف ومراكز ثقافية. الغرض هنا هو حتى نعرض القدرات اللي عند طلابنا. نراعي وجود قاعدة لمختلف التخصصات العلمية والفنية والثقافية من أجل رفد محافظة واسط بالمبدعين ورفع اسمها عاليا في المحافل الدولية والعراقية، وحقيقة محافظة واسط تستحق. مهرجان ألوان بنسخته الأولى حظي بإقبال جيد، فمئات الطلبة تجمعوا مبكرا قبل انطلاق فعالياته ليشاهدوا عروض قرابة 70 مشاركا من داخل جامعة واسط وخارجها. من واسط حمزة الأسدي، يو تي في.